بلاغ جديد ومهم من وزارة التربية الوطنية. تبع للبلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الصحة بخصوص توزيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كوفيد 19 لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق، ومن أجل ضمان إجراء الدخول الجامعي والتكويني المقبل في ظروف آمنة للجميع. تدعو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كافة الطلبة وكذا متدربي التكوين المهني المعنيين إلى التوجه ابتداء من يوم 2/9 غشت الجاري إلى أقرب مركز تلقيح لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح بدون شرط عنوان السكن. وفي هذا الإصدار تهيب الوزارة بجميع المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات الصحية، وذلك من أجل المساهمة في التعبئة الجماعية للحد من انتشار هذا الوباء.